عاطي معاون وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية. أستاذ علاء، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ علا، مساء الخير يا فندم. أهلا بيك يا فندم، مساء النور. حضرتك سمعت الكلام اللي قالته الأستاذ علا؟ آه، سامعه كويس جدا وكلام محترم ومفيش فيه أي نقاش خالص. الواقعة طبعا هي واقعة، إحنا قدام واقعة حقيقية حصلت، تمام؟ إحنا كوزارة التضامن الاجتماعي بنتحرك فورا في وجود أي واقعة خاصة بأي طفل أو اعتداء أو انتهاك يخص أي طفل، على طول بنتحرك. عندنا فرق مدربة ومؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات. عندنا شقين بنشتغل عليهم بمجرد ما بنتأكد من حدوث الواقع. أولا شق جنائي، وده على طول بيتم تحويل الأمر للنيابة العامة بكافة المعلومات اللي توفرت إلينا. يعني إحنا مش جهة تحقيق، يعني إحنا كوزارة التضامن مش جهة تحقيق. إحنا بيتوفر لدينا بعض المعلومات، بناخد المعلومات دي كلها وبنروح نعمل محضر شرطة من خلال مأمور ضبط قضائي تابع للوزارة أو تابع للمديرية المعنية، مديرية التضامن الاجتماعي بإسكندرية. بيتم عمل محضر ضبط قضائي وبيحول المحضر ده لاسم الشرطة التابع للمنطقة الجغرافية، بياخد رقمه بيتحول للنيابة، وبالتالي بنتهم فيه الدار وجميع العاملين بالدار. احنا ما بنتهمش حد معين، لأن ده في نمرة واحد، في وقعة ثابتة وقعة ضرب، وقعة جنائية، وفي وقعة تانية اللي هي وقعة إهمال. يعني قد يكون اللي مش مشترك في ضرب الولد فهو أهمل في حق الولد. يعني تم التحقيق في الواقع أستاذ علاء وتم إثباتها؟ طبعا حصلت. ده الشق الأول. الشق الثاني، وده بقى اللي بيخص وزارة التضامن الاجتماعي بشكل كبير. طب معلش بس أستاذ علاء عشان أفهم، لأن المستشار الأستاذ محمد المتحدث الإعلامي اسمه وزارة التضامن أكد لي إن الواقعة كيدية وإن هي كانت شكوى ما بين العاملين. ما خليني اوضح لحضرتك. الشكوى الواقعه حقيقيه، انما الـ 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 الاساس في الواقعه في يعني نوع من انواع الكيد ما بين العاملين. يعني فريق العمل مثلا في ستة موظفين في المكان، ثلاثه افراد ثلاثه، ده المعلومات اللي اتطرقت الينا احنا، تمام، من فحص الشكوى. انما الموضوع حقيقي، الضرب موجود وعدم الرعايه وعدم توفير الواجبات. انا جاي لحضرتك انا جاي لحضرتك بقى. ده الشق الاولاني اللي هو شق النيابه او شق الجنائي. تمام. ده اللي احنا بنقوم بيه على طول مباشره، بنحول الامر للنيابه لبيان مين المتسبب وياخد جزاءه. دي احنا ما بنتدخلش فيها، دي النيابه واعمال شؤونها فيها، يعني ده حاجه جنائيه. اما الشق الثاني اللي بيخصنا اكتر وبيهمنا اكتر وبنشتغل عليه اكتر، هو الشق الخاص بالمصلحه الفضله للطفل ورعايتهم. المكان دلوقتي في مشكله، المكان دلوقتي الاولاد دول اتعرضوا لانتهاك معين. طب انا اعمل ايه كوزاره التضامن؟ احنا لينا دور مهم جدا، احنا بنتدخل نفسي واجتماعي، بنتدخل كمان في الشق الاداري، ان احنا بكل العاملين في الدار. احنا دلوقتي شغالين على تغيير فريق العمل بالكامل من اكبر بس اللي نشرت المنشور ده الاستاذه داليا فتحي تم فصلها. تم فصلها ده من قبل اداره الدار. طيب ازاي؟ طب ليه؟ تحت اي سبب بقى اذا كانت الواقعه حقيقيه فعلا وحصل التعديل؟ خليني اقول لحضرتك برضو النقطه اللي يمكن حضرتك خدتيها على لسان استاذ المستشار الاعلامي للوزاره. حضرتك قلتي ان في كيد، فالكيد هنا ما بين فريقين عمل داخل الدار منهم فيهم. فمجرد ما الاستاذه دي نشرت الفيديو او كده، فابتدى اداره الدار الفريق الثاني على نقيض ليها ابتدى ان هو يفصلها هي وواحده تانية. ده اجراء هم عملوه قبل ما احنا نتدخل. يعني تم الفصل قبل ما الوزاره تتدخل بيوم. تمام. بمجرد ما احنا تدخلنا احنا ما بنبصش على اي اجراء خدته الدار. احنا بالنسبه لنا في وقعه بنتهم فيها كل العاملين. كل العاملين والنيابه هي مصدر الفصل. طب يعني رجعتوا العاملين المفصولين لحين انتهاء تحقيقات النيابه وبيان مين المتسبب؟ كل الموجودين في الدار هيتم تغييرهم، وده احنا شغالين عليه. لا انا عايزه افهم بس، يعني دلوقتي هم في اربعه تم فصلهم وفي قد ايه موجودين جوه الدار؟ بص يا فندم بس النقطه ديت وهسمح لحضرتك بالكلام، بس دلوقتي في اربعه تم فصلهم، كم عامله دلوقتي او مشرفه موجوده جوه الدار؟ مين اللي قام بفصلهم؟ مش حضرتك بتقول ده اجراء كان قبل احنا وزاره التضامن ما تخش في الموضوع؟ ده يعني انا ما بتكلمش على وزاره التضامن، بالنسبه تمام. للدار تم فصل اربع عاملات او مشرفات، يتبقى تمام. كم عامله جوه الدار دلوقتي؟ هو اللي موجودين حاليا حوالي ثلاثه، تمام، ومدير الدار، والاثنين اللي كانوا فصلهم مش اربعه. طيب تمام.
اللي تم فصلهم اثنين ايا كان او اربعه، والثلاثه اللي موجودين ومدير الدار، الاثنين اللي تم فصلهم لم يتم ارجاعهم والتحقيقات شغاله. بالنسبه للاثنين اللي موجودين جوه الدار، التعامل معاهم ازاي؟ تم توقيفهم عن العمل مثلا؟ ده كله دلوقتي جاري تجديد فريق العمل. كل الفريق العمل الموجود هو دلوقتي تسيير اعمال الدار تحت اشراف الاداره الاجتماعيه التابعه ليها الدار، تمام، من خلال مدير الاداره ومن خلال فريق عمل متخصص بيتم تسيير اعمال الدار. وبعد كده في خلال فتره زمنيه تكاد تكون من 5 لـ6 ايام هيكون في فريق عمل جديد، وفريق العمل القديم لحين فصل النيابه، النيابه اثبتت ان في حد متسبب هو ده اللي هياخد جزائه. لو الباقي مش متسبب وهيرجع دي ما فيهاش مشكله خالص. احنا يهمنا دلوقتي ان احنا نحتوي الموقف ونعيد الرعايه الاجتماعيه والنفسيه للابناء بشكل جيد. طيب احنا بس في نقطتين دلوقتي، يعني معنى كده ان مش معروف مين اللي قام بالتعذيب، يعني هل الاحتمال انا هقوله ده وارد ولا لا، ان ممكن حد من اللي نشر البوست ممكن يكون هو برضه متسبب في التعذيب بس هو حب ان هو بصي خليني اوضح حاجه، حضرتك بتلمسي حاجه مهمه جدا. بس انا اسمحي لي مش هقدر اتكلم فيها لسبب مهم جدا، ان الموضوع مجال تحقيق في النيابه، فما ينفعش ان انا اتكلم في نقاط تم وصولها للنيابه. طيب صحيح، دلوقتي هي كانت متفقه معاك، لكن يعني الكل تحت الشبهات دلوقتي، ما فيش اي حد يعني ما فيش حد متهم، يعني كلهم متهمين خالص. احنا بالنسبه لنا وزاره التضامن جميع فريق العمل، ما عنديش خيار وفقوس بالنسبه لحد. طيب وحد لا، بالنسبه للتاكد بقى من نقطه يعني عدم توفير الغذاء والاكل، طبعا دي نقطه يعني حيويه جدا، يعني وفقا للكلام بتقول لك ان 4 اطفال كانوا بيدوهم بالطين بس، يعني مثلا يعني على سبيل المثال، هل تم التحقق من هذا الكلام؟ بقول لحضرتك بالنسبه للرعايه شامله، الرعايه الغذائيه والرعايه الصحيه والرعايه الاجتماعيه والرعايه النفسيه، قد يكون هناك قصور ما موجود. لا ده مش قصور، معلش استاذ علاء اختلف معاك، لو الموضوع ده بالشكل ده مش هيبقى قصور، دي هتبقى جريمه. انا عايز اوصل بس نقطه، حتى لو كان الموضوع بالشكل ده، بس ده كله كلام على مرسل، يعني انا ما عنديش دليل واضح على هذا الكلام، ده كلام مرسل. انما منذ اللحظه اللي تدخلنا فيها، لا، الولاد بياخدوا كل اوجه الرعايه بصفه كامله بشكل كامل. خليك معايا.